وللمزيد من المناقشة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ أبو الفضل الإسناوي، مدير مركز الدراسات الإعلامية بقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. أهلا بك معنا يا فندم إلى هذه التغطية. أهلا بحضرتك وأهلا بكل السادة المشاهدين. نعم، يعني منذ قليل قرأت على السادة المشاهدين خبر أن الرئيس الإيراني يجد أن هذه الخطوة التي قامت بها إيران بالأمس باستهداف عدد من المواقع الإسرائيلية بأنها المناسبة فيما يتعلق بالرد على استهداف قنصليتها في دمشق. حضرتك كيف ترى هذا التصرف الإيراني، وهل هو بمثابة يعني حفاظا لماء الوجه أمام العالم ورد اعتبار لها أمام العالم، أم هناك تصعيد آخر ربما يحدث في الأيام القادمة؟ خلينا نشير في البداية اللي أن رد الفعل الإيراني على الهجمات الإسرائيلية على القنصلية في سوريا تقديري جاء من منطلق فكرة رد الفعل المباشر. هنا أشير في البداية اللي أن العملية التي قامت بها إيران فجر أمس وبداية اليوم السابق في تقديري عملية كانت محسوبة بدقة. إيران ربما قامت بهذا الفعل نتيجة أنها تريد بالفعل ربما يعني فكرة وجود القوى الإيرانية وأنها قادرة على ضرب أو ضرب إسرائيل أو عمق إسرائيل من الداخل. لكن خليني أشير إلى أن فكرة التصعيد القائمة على إيران أنا تظل في تقديري أن الحسابات الإيرانية والموازين الاقتصادية الإيرانية وفكرة التكلفة والعائد تظل هي محسوبة ودقيقة في حسابات إيران تجاه أي عمليات أخرى. إيران ربما تحركاتها تكون على أي عمليات إسرائيلية تصعيدية خلال الفترة المقبلة هي نتيجة لردود فعل قوية في الداخل الإيراني الآن، وعندما نشاهد الداخل الإيراني ورد الفعل الإيراني في الشارع الإيراني هو رد فعل في تقديري هو داعم لفكرة الضربة التي قامت بها إيران فجر أمس. وبالتالي إيران تحركاتها من قبل القيادة من قبل مرشد إيران وفكرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وحتى الشعب هو وجود حالة متماسكة من الرد الفعل الإيراني تجاه إسرائيل، وبالتالي أي تصورات لفكرة أن إسرائيل ستقوم بعملية أخرى في تقدير إيران سوف ترد، لكن كل هذه الردود وكل هذه الأفعال في تقديري من إسرائيل أو من إيران هي عمليات محسوبة، ولكن ليس هناك سيناريو واحد لهذه التحركات. نعم، هل إيران بالفعل مستعدة لأي مزيد من التصعيد خاصة في ظل يعني العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الولايات المتحدة وتحديدا على صادرات النفط منذ سنوات واللي أثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي في الداخل الإيراني؟ هل بالفعل طبعا كلفة الحرب كبيرة ونتحدث عن 55 مليون دولار فقط في الضربة التي قامت بها بالأمس، فهل إيران على استعداد لأي تصعيدات قادمة أو سيناريو تصعيد قادم حتى وإن قامت أو أقدمت إسرائيل على الرد على هذا الهجوم بالأمس، أم أن هناك اتجاه أكثر للتهدئة خاصة في ظل أن البيت الأبيض أعلن أنه سيدعم إسرائيل بالطبع في أي هجوم ربما تتعرض له؟ خلينا نشير أولا إلى أن في ظل المواجهات الإيرانية الإسرائيلية الإعلامية هناك موقف دولي متماثل أو متشابه. كل القوى الدولية الإقليمية سواء الدولة المصرية أو القوى الإقليمية الأوروبية أو أمريكا لديها موقف واحد وفكرة ضرورة وقف التصعيد. وبالتالي في تصوري الدولتين أو طرف الصراع أو طرف المواجهة إيران وإسرائيل في تصوري لديهم فكرة الانتظار فيما هو يتم التحرك عليه من قبل المجتمع الدولي. الحالة الثانية التي يجب أن نشير لها في هذه الظروف إلى أن الهجوم الإيراني زي ما أكدت سابقا ربما إذا كان له ظهير شعبي وظهير سياسي لكنه له تكلفة اقتصادية محسوبة. إيران ترى تماما أن أي قيام بضربات أخرى لإسرائيل في ظل التصعيد الإسرائيلي ربما يحملها تكلفة اقتصادية هي ليست في قدرة على مواجهتها أو على توفيرها. وبالتالي أتصور أن أمريكا إيران تدرك أن هناك في دور أو في توظيف انتخابي سيكون لهذه المعركة وهذه المواجهات بالنسبة للرئيس الأمريكي الحالي، وبالتالي أي تصعيد في تقديره سيكون محسوب بدقة، خاصة وأن الولايات المتحدة الأمريكية ربما ما أشار إليه الرئيس الأمريكي أن هناك احتمالات كانت في الضربة وأن هناك كانت موازين جاهزة أو قوة دولية كانت جاهزة لصد الضربة. وبالتالي أتصور أن أي تقديرات في هذه العملية من قبل إيران وإسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية هي موجودة في هذه الموازين وفي هذه التحركات، وبالتالي أتصور أن ربما الفترة المقبلة في تقديري الولايات المتحدة الأمريكية ستكون لديها قدرة واضحة على ضبط السلوك الإسرائيلي في الرد. ضغط السلوك الإسرائيلي في الرد سيكون أنا في تصوري التليفون الذي أجرى من قبل الرئيس الأمريكي برئيس وزراء إسرائيل
أكد على حاجة في غاية الأهمية، وهي أن هناك ربما نشهد ضبط سلوك إسرائيل في الرد على إيران خلال الفترة المقبلة. بالتالي فكرة السيناريو أو سيناريوهات التصعيد في تصوري لم يكن هناك سيناريو تصعيدي واحد من قبل الطرفين، ربما أن يكون هناك كل تحركات من قبل الطرفين وهي تحركات محسوبة نظرا لارتفاع التكلفة ودخول المنطقة في الشرق الأوسط في إرباك واضح. فنشير ثانيا إلى أن كل الحسابات في تقديري التي أكدت عليها الدولة المصرية في الفترات السابقة وضرورة تجنب التصعيد في الشرق الأوسط، وده يمكن أستاذ أبو الفضل كان هيكون سؤالي لحضرتك. يعني مصر منذ اندلاع الأزمة في غزة وكانت دائما تدعو إلى أن التوترات التي ستحدث في المنطقة ربما ستجر المنطقة بأكملها إلى حرب كبيرة، ويمكن بوادر ما يحدث الآن هو فعلا ما أكد عليه الموقف المصري وحذر منه مرارا وتكرارا الموقف المصري. كيف تجد الرؤية المصرية فيما يتعلق ب يعني ملفات المنطقة، وأن القضية الفلسطينية كما أكد عليها السيد الرئيس دائما هي الفيصل في تهدئة في المنطقة، وأن حل القضية الفلسطينية هو مرتبط بعودة الهدوء مرة أخرى إلى المنطقة حتى لا تجر إلى حرب إقليمية؟ يعني كيف ترى هذه النظرة الثاقبة يعني السابقة للوضع الحالي فيما تقوم به طبعا التوترات ما بين إيران وإسرائيل؟ خلينا نشير في الأول أن المواقف الدولية جميعها تقاربت للموقف المصري. مصر أكدت منذ الرد الإسرائيلي الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية أن هناك ضرورة لتجنب التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مصر متوقعة أن هناك سيكون رد فعل. ومصر أكدت تقديرات مصرية أكدت في قمة القاهرة وفي القمة الإسلامية في المملكة العربية السعودية من أن أي تدهور في الصراع الإسرائيلي أو المواجهات الإيرانية الإسرائيلية سيؤدي إلى حرب إقليمية واسعة لا يمكن تفادي تأثيراتها. وبالتالي أن مصر كانت لديها رؤية واضحة ورؤية مبكرة. الآن العالم حتى في تصور التحالف الفرنسي البريطاني الإسرائيلي الأمريكي الآن في تقديري يؤكد على أن ضرورة أن المنطقة في حالة تزايد الضربات ما بين إسرائيل وبين إيران سيؤدي إلى تدهور واشتعال منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي التداعيات ستكون كثيرة. الموقف المصري كان واضح في تقديري منذ بداية الأزمة. مصر الآن تصر على فكرة الخروج من هذه المواجهات التي قد تعارض كافة المصالح الدولية. أنا تصوري ربما تأكيدات الموقف المصري واضحة على أن المنطقة في حالة عدم تدخل القوي للولايات المتحدة الأمريكية في هذه الأزمة سيؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة، مزيد من التفاعلات، مزيد من الضربات التي تؤثر اقتصاديا على المنطقة. بالتالي أمريكا أدركت تماما، وبالتالي للموقف المصري أمريكا الاتصالات التي قام بها الرئيس الأمريكي برئيس وزراء الإسرائيلي أكد على الموقف المصري، وهو أن هناك رد حتى الآن الرد الفعل الإسرائيلي تجاه هذه الضربة الإيرانية هو رد فعل في تقديري سيكون محسوب بدقة. هو في تصوري أن مصر الآن مصرة على هذا الموقف، وأتصور أن الدولة المصرية الآن ستؤكد ونؤكد على ما قالتها الدولة المصرية أن فكرة اقتحام رفح سيكون تداعياته مؤثرة جدا في الغاية في ظل هذه حالة الإرباك التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط. صحيح، بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أبو الفضل الإسناوي مدير مركز الدراسات الإعلامية بقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، شكرا جزيلا لك.